الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من عظائم ما في هذا الدين ومن سعة رحمة الله في خلقه أن الله يشعرنا في كتابه أنه يريد لنا أحسن ما نريد. الله فتح باب المغفرة بقوله نبئ عبادي، نبئ أقوى من أخبر. نبئ هناك أمر عظيم عاجل، بالإنجليزي يسموه breaking news، بالعربي يقولون خبر عاجل. هذا معنى مادة نبئ، نبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ كلمة خطيرة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ونسمع ونقرأ قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. لهذا ورد في الحديث الصحيح أن كل أمر يمكن أن يغفر، وهذا ما ثبته القرآن، إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى أرحم من ذات الإنسان بنفسه، بل هو أرحم من الأم بولدها. لهذا يقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذه مقدمة لآية لفتت نظري، ولا بد أنها تلفت أنظاركم، في سورة الأحقاف، قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الإحسان دائما وأبدا أن تؤدي أكثر مما يجب عليك. لو أن إنسانا أكرمك بدرهم تكرمه بدرهمين. بتعبير آخر، لو أن إنسانا قدم لك ما يقرب من قيمة ما، فلا بد إن كنت محسنا أن تردها بأكثر مما أخذت. والقرآن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان إذ عرفه الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا لا يعني، هذا هو معنى الإحسان، هذا من الإحسان وليس هو معنى الإحسان. ليكن مفهوما لديكم أن الإحسان ليس معنى أن تعبد الله كأنك تراه، لا، هذا من الإحسان. أما الإحسان هو الزيادة
على الواجب. يعني مثلا هذا الرجل الذي قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. 10 هذه إحسان، والثمانية هي الواجب. العقد يقتضي أن يأجره 8 أعوام، فإن جعلها 10 فهذا فضل وإحسان. لهذا مرة أخرى الولد لا يكون مكافئا بشكل طيب أن مثلا أنا نفقت والدي علي 500 دولار، يعطيه 500 دولار. المحسن لا يقف عند حدود 100 والـ100 في النفقة للوالدين. إن كان الأب يجزئه أن يأكل طعاما قد يبلغ 10 دولارات، يعني هذا الذي يكفيه، لا، هو يريد أن يقرب لوالديه أحسن الطعام، أحسن مما يأكل هو في بيته. لهذا رب العالمين يقول لنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا يقول تعالى ويطعمون الطعام على حبه. عندما تريد أن تطعم أحدا جائعا محتاجا لا تقول في نفسك والله عندي ليفت أوفر، أنا أردت أن أرميه في الزبالة لكن الحمد لله الله بعث لي أحد الناس يأكله. هذا لا ينبغي ولا يجوز. لابد أن تطعم الطعام الذي تحبه، ويطعمون الطعام على حبه. إذن مرة أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وأنا كنت أقول لكم أن رجلا من الأثرياء أعرفه غنيا شديد الغنى كان لا يأذن لأحد من الخدم أو العاملين في بيته أن ينقل أباه العاجز عن المشي من غرفة النوم في الطابق الأعلى إلى غرفة الجلوس في الطابق الأسفل. يقول لهم لا تفعلوا ذلك، أنا الذي أحمله صاعدا أو نازلا. ولما مات ذهبت أعزيه فوجدته حزينا أيما حزن، فعجبت لذلك وليس من شأنه أن يبوح بحزنه. قال لي يا فلان أنا لا أبكي لأنني فقدت أبي، ولكن لأنني حرمت من أجر خدمته والوفاء به وبره. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذه القضية الأولى في الموضوع، وهي الثانية في نقاط الكلام. حملته أمه كرها ووضعته كرها. أنتم المتزوجون تدركون طبيعة الأمهات. الابن قد لا يذكر الأهوال التي قاستها أمك. حملته كرها، فكل الذي يجري في الحمل ألم بعد ألم، وسهر بعد سهر، وأرق بعد أرق. وإني لأذكر أن أستاذا من أساتذة علماء النفس رحمه الله ألقى محاضرة في كلية الطب، ومما قال كان يضحك مع الجمهور فيقول إن الله أعطى المرأة غباء أكثر مما أعطى الرجل. هو يقول، لكن هو يقول بصيغة
يعني الضاحك المداعب. أعطى الله المرأة غباء أكثر من غباء الرجل، فهي عندما يبدأ حملها تعد المواعيد بعد المواعيد وتحلف الأيمان بعد الأيمان، لن أحمل بعد هذه أبدا. الأم من شدة ما تعيا وتتعب تقول لن أفعل هذا مرة أخرى، بعد الوضع يكفيني ما أعاني. قال فإذا وضعت وقبلت وليدها القبلة الأولى نسيت كل الأيام التي كانت تعد وتزمجر في أنها لن تحمل أبدا. قال فبقبلتها الأولى نسيت كل التعب وكل السهر وكل الكره الذي كانت تعبر عنه. سبحان الله. فالله هو يقول فالله أودع فيها هذا الذي سميته غباء لكي تكون فيها الأمومة. فالأمومة تحتاج إلى عاطفة. الرجل عاطفته تكاد تكون ضعيفة، أحياناً تكاد تكون ناضبة. ترى بعض الرجال، أنا حدثني بعض أصحابي وأبوهم صديقي، قالوا إن أبانا لم يقبل أحدنا في حياته أبداً. هو رجل فاضل، أنا الآن توفي رحمه الله، لكن أقول أن هناك من الرجال من تكن فيه قسوة وجفوة لدرجة أنه لا يقبل ولده. أرجو أن لا تكون تلك جفوة أو قسوة قلب، ولكن قد يكون هذا تعبيراً عن نضوب العاطفة. العاطفة هي التي تحرك الإنسان، ما لا يتحرك الإنسان بعقله، لا يتحرك الإنسان بتفكيره، الذي يجعلك مسلماً أو غير مسلم هي العاطفة. لهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب القلوب، يخاطب الأفئدة، يخاطب الصدور، يخاطب الألباب، هذه كلها مواضع العاطفة. والعاطفة هي التي جاءت بك إلى صلاة الجمعة، والعاطفة هي التي تقولك قم فصلي، والعاطفة هي التي تأمرك بالصدقة، والعاطفة هي التي تحببك في بالناس، العاطفة هي التي تقودك لكل خير. لهذا أرجع وأقول أن الأم أودع الله فيها عاطفة لا يودعها في الرجل. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.